عندي تقريبا 3 أسابيع اللي أعلنت على الاستقالة بتاعي. رغم هذا كنت موجود، قمت بواجبي، حاولت أني ما نخليش الفريق في الفراغ، لكن أعتقد اللي التداعيات اللي صارت أثرت بشكل واضح على اللاعبين. نشكرهم، قاموا بالمجهود اللي مطلوب منهم سواء في المباريات 3 الأخيرة. وفقناش ربي، هذا واضح، معناها توفيق من الله سبحانه وتعالى صحيح، ثم بعض الأخطاء ارتكبناها لكن ما فزناش، وهذا يؤكد أنه الأزمة اللي صارت في المدة الأخيرة أثرت على الفريق، أثرت على المجموعة. حتى أنا بدي ما نخدم في أجواء صعبة، رغم أني تحملت الأمانة هذه والمسؤولية هذه، لكن اللي هو شوف كبان بالوضوح أنه هذا معناها أثر بشكل واضح على الأداء. نجم نعمل العمل تاعي لكن ما نجمش نكون في الملعب. اللاعبين قدموا كل ما عندهم، حاولوا أنهم يجيبوا 3 نقاط باش يبقوا في المنافسة. اليوم نقول اللي هي النتائج هذه معناها أكيد باش تأثر على الأجواء نتاع الفريق. كنت نتمنى أني نغادر في ظروف أفضل، لكن اليوم الفتى العام النادي يعيش أزمة ثقة، أزمة أجواء داخلية ما تعاونش على العمل. مع ذي بالنسبة لي أنا حاولت باش نكون بالواجب نتاعي، ما وفقناش ربي مرة أخرى، لكن انسحب لأنه اليوم ما عادش نجمو نقدر نواصلو في مثل الظروف هذه. ونتمنى أنه هذا يغير نوعا ما من الأجواء في الفريق ويخلي المسؤولين يلتفوا أكثر ويلقاو الحلول اللي تخرج بالفريق بالفترة الصعيبة هذه. غازي، شنو اللي ماهوش ماشي في نادي الصفاقسي؟ والله ما نعرفش برشا، يظل لي عملنا بريزيون زيد على رويحنا، ولينا كل ماتش مكبلين، كل ماتش نحبوا نربحوا، مالا لازم الربح ما يجيش، ما نعرفش فرص بالجملة، ما نعرفش، يظل لي الولاد كله اللي ياسر مكبلين، ياسر على أعصابهم، كل مرة نستناو في ربح اللي يظل لي حل السيتياسيون ونرجعوا للأجواء عن العالم، مالا لازم بيروت صعيبة تعداو بها جماعات الكل. يظهر لي قوة الجروب وقوة الجمعية تظهر في الوقت هذا مش في الوقت الرف، ما علينا كنا نتلموا بعضنا، ويظهر لي عنا ماتش في أقرب 3 أيام لازم نربحوه، كهو ما عادش عنا حتى حل، كهو إن شاء الله ربي معنا وكهو. سي ناصر، شنو اللي مش ماشي في النادي الصفاقسي؟ مش ماشي بو ما لقيناش الآليات اللي تعودنا بها اللي فقدناها في الفترة الأخرانية، ما كانتش فما تحس مش ماشي سيتانتو مش ماشي، مش قاعدة كاربير ليكيب كما يلزم، مش قاعدة تلعب كما يلزم، لاقيين برشا مشاكل، معناتها فما بلوكاج مونطال بالنسبة للملاعبية، فما حاجات مش ماشية، هذيك علاش الريزلتا مش ماشية. شنو الحلول توا العملية اللي قاعدين تقوموا بها؟ العملية من ساعتين أخرين، معناتها نعطيكم شكون باش يكون المدرب إن شاء الله بنسبة 100% بالنسبة للنادي الصفاقسي.